السلام عليكم يا شباب، رجعنا مرة تانية مع فيديو جديد. الفيديو ده انا قررت واصريت ان انا مسجلوش على الكمبيوتر، وانما ان انا ارسمه لكم يدوي، لان في الجزء ده احنا هنتكلم عن السيرفس اناتومي اوف الهارت اند اتس فالفز. لو جالك اي سؤال في الامتحان ببدأ بكلمة سيرفس اناتومي، اعرف انك لازم ترسم، ما ينفعش سؤال سيرفس اناتومي تعديه من غير ما ترسم. سيرفس اناتومي يعني ايه؟ يعني انا لو عايز احدد موضع الهارت من علامات ظاهرة عندي، ومفيش اكيد اظهر من ان انا احدد مواضع اماكن الهارت وحجراته وحدوده الخارجية من ان انا احدده على الاسترنم وعلى الريبس اللي موجودة حواليها. فقال لك بس احنا نجيب الريبس والاسترنم ونرسمهم، وبعد كده نحط حدود الهارت او البوردرز الخارجية بتاعته، ونقول النقط دي بتمثل الحدود الخارجية للهارت. يعني مثلا بص كده، دي الاسترنم، عايز اطلعها فوق شوية، ايوه كده. بص كده الاسترنم والريبس، شايف الهارت؟ الهارت هو الجزء الداخلي ده كده موجود تحت الاسترنم والريبس، فانا عاوز احدد مواضع البوردرز بتاعت الهارت على الريبس والاسترنم. بص معايا كده، يبقى اكيد انا الحاجه اللي هرسمها الاساسيه عندي لازم ارسم ايه؟ لازم ارسم الاسترنم والريبس حواليها. بسم الله، ادي الاسترنم بدايه كده، ادي الرب التاني، الرب التالت، الرابع، الخامس، السادس، بدخل لجوه اعمل السادس، كمان شوية اعمل السابع. تمام كده، نفس الموضوع هنا، الرب رقم تلاتة، الرب رقم اربعة، رقم خمسة، ادخل لجوه شوية واعمل الفتحة بتاعت الرب رقم ستة، لجوه كمان شوية واعمل رقم سبعة. وادي الزي فوي بروسيس. تعالى بقى نرسم الضلوع نفسها. اول حاجه احنا كان معانا حاجه كده اسمها الكلافيكل، دي الكلافيكل. اوكي، الفيرست ريب اهو، ده الفيرست ريب، الفيرست ريب على الناحيه الثانيه، السكند ريب اهو، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع. تاني هنا برضو، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع والثامن والتاسع، بيبقى لهم قصة الكارتلج واحد متصل. ماشي، ده الحاجة الرئيسية اللي المفروض هتكلم فيها أو هرسم فيها. تعالوا بقى نرسم الحدود كده. بص، هو في فرق بسيط ما بين الكتب في حكاية البوردرز لما بييجوا يتكلموا عن الحدود. يعني لو أنت بتذاكر من كتاب أكسفورد هتلاقي راسم كاتب يعني أرقام بسيطة مختلفة، لو أنت بتذاكر من مرجع مختلف هتلاقي كل مرجع بيكتب حاجة بسيطة مختلفة عن بقية المراجع، بس في النهاية كلهم بيتفقوا على حاجات رئيسية. فأنا هقول لك الحاجات الرئيسية وأقول لك الاختلافات بسرعة. بص كده، احنا عندنا دي الكلافيكل وتحتها الكوستال كارتليجز والريبس. طبعا احنا عارفين ان كل ريب بيبدا بحته كارتليجنس بنسميها الكوستال كارتليج اللي هي المنطقه دي، وبعد كده بيبقى الريب البون بتاعه. اوكي، يبقى دول الكوستال كارتليجز اهيت، فيرست، سكند، ثيرد، الفورث، فيفث، السادس كمان معانا. ماشي، انا هحط لك نقط دلوقتي ونوصف كل نقطه من النقط ديت هي مكانها موجود فين بالظبط. بص، ده الضلع الأول، ده الضلع الثاني، عند الضلع الثاني في المنطقة دي كده، دي النقطة ونطلق عليها النقطة A. النقطة الثانية في المنطقة دي كده، ونطلق على النقطة دي النقطة B. تعالى وصف لي بقى النقطة A. قال لك والله النقطة A دي موجودة على اللور بوردر اوف ذا سكند كوستال كارتليج، تحديدا من الميد لاين. لو انت بتتكلم على الميد لاين
اللي هو خط المنتصف، قال لك والله المسافة بتاعتها من الميد لاين ديت بتساوي 1.5 انش. في كتب كاتباها 1.5 انش، هتلاقي في كتب تانية كاتباها مش عارف 5 سنتي من الميد لاين، مش مشكلة. طيب النقطة دي موجودة فين؟ قال لك والله موجودة على الأبر بوردر، لاحظ دي كانت على اللور بوردر بتاع السكند، دي على الأبر بوردر بتاع السيك ثيرد كوستال كارتليج. دي اللور النقطة ايه موجودة فين؟ موجودة على اللور بوردر اوف ذا سكند كوستال كارتليج، على الرايت سايد ولا ليفت سايد؟ على الرايت سايد، سوري على الليفت سايد، سوري. طيب النقطة بي موجودة فين؟ قال لك والله موجودة على الأبر بوردر اوف ذا ثيرد كوستال كارتريدج على الليفت، ده رايت سايد وده ليفت سايد، يبقى هي موجودة فين؟ موجودة على الرايت سايد. المسافة بتاعتها من الميد لاين 1 انش، المسافة دي كده من الميد لاين 1 انش. طيب كتاب اوكسفورد لو انت بتذاكر منه حب ان هو يجمع الاثنين، فقال لك والله عارف السبيس ما بين الضلع الثاني والضلع الثالث؟ قال لك دي اسمها السكند انتركوستال سبيس، المنطقه دي كده، دي اسمها السكند انتركوستال سبيس، يعني المسافه اللي تحت الضلع الثاني. ما دي عندك الفيرست انتركوستال سبيس، دي السكند انتركوستال سبيس. قال لك بس هم موجودين فين؟ قال لك موجودين في السكند انتركوستال سبيس، النقطتين دي دول موجودين في السكند انتركوستال سبيس، سواء كانت النقطه A او كانت النقطه B، هم فعلا موجودين في السكند انتركوستال سبيس، ما هي دي تحت الضلع الثاني ودي فوق الضلع الثالث، يعني الاثنين موجودين في الانتركوستال سبيس. ولما جه هيحدد المسافات قال لك بس احنا مش عايزين 1.5 انش و1 انش، مش عايزين 4 سم و5 سم مش عارف ايه، قال لك الاثنين دول من جانب الاسترنم، لو انت بتتكلم على المسافه بتاعتهم من جانب الاسترنم 4 سم من جانب الاسترنم وبس وسكت. يعني انا لما عاوز اتكلم عن نقطتين A وB هقول لك والله النقطتين A وB اللي بيمثلوا السوبيريور بوردر اوف ذا هارت مكتوبين في كتاب اوكسفورد ان هم موجودين او بيتبعوا لاين في السكند انتركوستال سبيس حوالي 4 سنتي من ايذر سايد اوف ذا سترنم من جانبي الاسترنم. انا كتبت لك بالتفصيل في الاول اهوت، وكتبت لك عشان لو بتذاكر من اي مرجع تاني من اي مصدر تاني، لو بتذاكر من كتاب اوكسفورد الموضوع سهل، بتقول ان هما الاثنين موجودين في السكند انتركوستال سبيس على جانبي الاسترنم 4 سنتي. كويس؟ اللي النقطتين دول لو شديت خط ما بينهم هيمثل لي السوبيرور بوردر، بس قبل ما اعمل السوبيرور بوردر تعال نكمل نشوف بقيه النقاط. في عند النقطة رقم 3 اللي هي نقطة رقم سي بيقول لك موجودة على الرايت 6 كوستال كارتريدج، بص كده 1 2 3 4 5 6 على الرايت 6 انتر كوستال كارتريدج، في النقطة دي على الكوستال كارتريدج نفسه. لو أنت عايز تقول من الميد لاين، أنا بقول لك من الميد لاين بتساوي نص انش، نص انش من الميد لاين. لاحظ 1.5 انش النقطة ايه، نص انش كامل النقطة بي، نص انش النقطة سي. اخر نقطه وهي معانا النقطه دي، قال لك والله النقطه دي موجوده فين؟ موجوده في الفيفث انتركوستال سبيس. بص كده دي الفيرست انتركوستال سبيس، السكند انتركوستال سبيس، الثيرد انتركوستال سبيس، الفورث انتركوستال سبيس، الفيفث انتركوستال سبيس. فين بالظبط في الفيفث انتركوستال سبيس؟ قال لك والله لو انت جبت كده، جيت كده وشديت لاين من الكلافيكل، من منتصف الكلافيكل بالظبط بهذا الشكل، شوف اللاين هيتقاطع مع الفيفث انتركوستال سبيس فين وحط نقطتك، اهي النقطه بتاعتنا. النقطه دي بنطلق عليها دي، والنقطه دي بتمثل الايبكس اوف ذا هارت، وهنا نعرف معنى كلمه الفيفث انتركوستال سبيس اللي كنت بقولها في الفيديو اللي فات. لما كنت بقول لك الفيفث انتركوستال سبيس النقطه دي بالذات بيبقى موجود عندها عده حاجات، الايبكس اوف ذا هارت، موجود عندها الرايت اند اوف ذا ليفر، وموجود عندها الفاندس اوف ذا ستومك، التلات حاجات. تعالى بقى كده نشد خطوط الابر بوردر اوف ذا هارت، خط مستقيم ستريت لاين ما بين النقطه A والنقطه B بهذا الشكل. الرايت بوردر اوف ذا هارت اللي على الرايت سايد، قال لك والله فاكر احنا كنا بنقول عليه كونفكس سيرفيس سلايتلي بين النقطة B والنقطة C بالشكل ده كده. اللور بوردر كنا بنقول ان هو ستريت بوردر او كونكيف سلايتلي بين النقطة C والنقطة D، واخيرا الليفت بوردر اوف ذا هارت كونفكس بوردر ما بين C وما بين ما بين D وما بين A بهذا الشكل. المنطقه دي هي المنطقه اللي بينحصر فيها الهارت، يعني لو انا حطيت الهارت هيبقى يجي في المنطقه دي بالظبط. تعالى نرجع للصوره اللي كانت معانا في الاول خالص اللي انا لسه موريها لك في البدايه.
اه الصورة دي كده، الهارت موجود ورا الاسترنم، الابيكس بتاعته اهي موجودة في الليفت فيفث انتركوستال سبيس، والهارت زي ما انتم شايفينه بالوضع اللي قدامك ده كده. طيب انا كده اتكلمت على الهارت، ما انا عاوز اتكلم على الفالفز. تعالى كده نفتكر هي الفالفز بتاعت الهارت، سوري الفالفز بتاعت الهارت، انا بحاول نظبط بس الوضعية بتاعت الكاميرا. الفالفز بتاعت الهارت، وانا كان عندي ايه من الفالفز بتاعت الهارت؟ قال لك والله انا كان عندي فالف في البالمونري ترانك، كنت بسميه البالمونري فالف، وكان عندي واحد على بداية الأورطة كنت بسميه الأورتيك فالف، وكان عندي واحد اسمه المايترال أو البايكاسبيد اللي هو كان بين على الليفت سايد ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل، وكان عندي واحد اسمه تراي كاسبيد. يبقى انا ممكن اقول اسمي البالمونري اختصره بالبي، والاورتيك بالاي، والمايترال بالام، والترايكاسبيد بالتي. بص معايا كده للصوره دي كده، دي صوره مرسومه للهارت. ده ايه الفالف اللي قدامي ده؟ نجيب القلم الازرق. ايوه ده ايه؟ ده ترايكاسبيد. ده ايه؟ ده المايترال. ده ايه؟ ده في بدايه البالمونري ترانك اهي لونه ازرق، وده في بدايه الاورطه اللي هو الاورتيك. انا عايز احط مواضيعهم بقى في الهارت ازاي، كل واحد موضوعه فين في الهارت. تعالى نبدا بالبلمونري. بص انا هحط لك الاربعه تحت بعض، وبعد كده نبدا نوصف واحد واحد زي ما احنا عايزين. اوكي بص يا سيدي، ده كده البلمونري، المايترال، سوري ده الاورتك، سوري اورتك، المايترال بتاعنا اهو، نقلم الشطة، ده المايترال، الترايكاسبيد تحديدا بالظبط اهو في النقطة دي كده، والموناري اورتيك مايترال وترايكاسبيد. تعالى بقى قول لي كل واحد مكانه فين. بص البالمونري موجود فين؟ اوصف لي مكانه كده. قال لك والله موجود على الاسترنال سايد، يعني على جانب الاسترنم قصاد الثيرد كوستال كارتيج. الاورتيك موجود فين؟ قال لك والله برضه موجود على الاسترنم بادي، على الرايت سايد ولا على الليفت سايد؟ موجود على الليفت سايد بتاع الاسترنم. فين بالظبط؟ قصاد الثيرد انتركوستال سبيس. ما ده الفيرست انتركوستال سبيس، السكند انتركوستال سبيس، الثيرد انتركوستال سبيس. المايترال برضه موجود على الليفت سايد بتاع الاسترنم قصاد الفورث كوستال كارتريدج. طيب بالنسبه للترايكاسبيد موجود فين؟ الترايكاسبيد زي ما انت شايف قدامك كده، موجود على الليفت سايد ولا على الرايت سايد؟ موجود على الرايت سايد بتاع الاسترنم. فين بالظبط؟ قصاد الفورث انتر كوستال سبيس. يبقى تعالى كده نشوف البلمونري قصاد الثيرد كوستال كارتريدج، الاورتيك قصاد الثيرد انتر كوستال سبيس اهو قصاد الثيرد انتر كوستال سبيس، المايترال قصاد الفورث كوستال كارتلج، فعلا قصاد الفورث كوستال كارتلج. طيب الترايكاسبيد قصاد الفورث انتر كوستال سبيس. يبقى انا عندي كوستال كارتلج انتر كوستال سبيس في الثالث، كوستال كارتلج انتر كوستال سبيس بس رقم 4. يبقى 2 3 و2 4 كوستال كارتلج انتر كوستال سبيس، كوستال كارتلج انتر كوستال سبيس. ده بالنسبه لمواضع الصمامات نفسها. عايزين نشوف صوره لهم. بص كده دي صوره الصمامات قدامك اهي، بالمونري اورتيك مايترال وترايكاسبيد. طيب عندي طبعا ثلاثه على الليفت سايد اللي هو البالمونري والاورتيك والمايترال، اما الترايكاسبيد على الرايت سايد. انت لو عشان ما تنساهمش افتكر كلمه بام تي، بام تي بالترتيب كده، بالمونري اورتيك مايترال وتراي كاسبيد. اخر حاجه عايزك تعرفها هو انا بسمع الصوت بتاع كل واحد فيهم ازاي، بسمع كل الصوت بتاع كل واحد فيهم ناحيه فين. بص كده كل واحد فيهم بيتسمع صوته محل ما الدم يطلع ويخبط في اول عائق قدامه. يعني انا لو جيت اديك مثال، مثلا لو جيت اقول لك والله البالمونري، البالمونري اللي هو اول واحد ده كده، الدم اول ما يخبط، الدم خرج في البالمونري، اول ما هيمشي هيجي يصطدم في الاتجاه الاعلى وناحيه اليمين. يبقى هات البلمونري كده واتجه اعلى وناحيه اليمين بالاتجاه ده كده، في المنطقه دي كده،
البلمونري هيتسمع فين؟ قال لك والله هيتسمع جنب الاسترنوم لما اسمع صوت الفالفز او اسمع صوت جريان الدم خلال الفالفز. بسمع الصوت فين؟ بسمع الصوت اول ما الدم يصطدم في اول عائق بعد ما يعدي من الفالف. هنا العائق اللي قدامي اللي هو المنطقه دي كده. البلمونري الصوت بتاعه هيستمع في الاعلى وناحيه اليمين، يبقى فعلا هيستمع في الاعلى وناحيه اليمين. فين بالظبط تحديدا؟ قال لك والله هيتسمع في السكند انتركوستال سبيس جنب الاسترنوم. طب بالنسبه للاورتيك، بص معايا كده، ده الاورطه اهو، الدم بيمشي في الاورطه كده، او العائق يقابله اول ما الاورطه يتحول من اسندنج لانه يعمل ارش، ده العائق اللي هيقابله، بس يبقى طالع لفوق وناحيه اليسار. هيتسمع فين؟ هيتسمع جنب الاسترنم في الرايت سكند انتركوستال سبيس. يبقى البلمونري بيتسمع في الليفت انتركوستال سبيس جنب الاسترنم، اما الاورتيك بيتسمع على الاسترنال سايد في الرايت سكند انتركوستال سبيس. يبقى ده في الليفت وده في الرايت سايد. تعالى بقى نشوف الميترال هيتسمع فين. بص، اول ما الميترال يتفتح الدم هينزل لتحت يصطدم في الاتريوم تحت. يبقى بص كده الميترال اللي يسمع فين؟ ينزل دايركتلي على دايركتلي على الايبكس. يبقى الميترال ساوند بيتسمع فين؟ بيتسمع عند الايبكس اوف ذا هارت. طيب اخر حاجه عندي بقى اللي هو الترايكاسبيد. الترايكاسبيد الدم وهو نازل كده خلال الترايكاسبيد يجي يصطدم جنب الايبكس بحاجه بسيطه، هو ما وصلش للايبكس الا الايبكس كانت بتتعمل بالليفت فينتريكل. يبقى الترايكاسبيد بينزل تحت كده شويه فيقول لك والله الترايكاسبيد بيتسمع جنب الاسترنم في الفورث او الفيفث انتركوستال سبيس. الجزء الاخير بتاع سماع الاصوات ده المفروض انك تاخده في الفسيولوجي، بس انا حبيت ان اشرحه لك لانه هو اصلا جزء متفرع من الاناتومي عندنا. يبقى ارجع كده الم الكلام كله اقول لك والله انا عندي اربع نقط بيمثلوا حدود القلب. النقطه الاولى ايه؟ دي بتبقى موجوده فين؟ 1.5 انش على اللور بوردر اوف ذا سكند كوستال كارتليج على الليفت سايد. طيب النقطة الثانية بي على الرايت سايد الابر بوردر بتاع الثيرد كوستال كارتليج 1 انش من الميد لاين. النقطة سي نص انش من الميد لاين على الرايت 6 كوستال كارتليج. النقطة دي ومن هي الممثلة للايبكس اوف ذا هارت بتبقى موجودة فين؟ بيقول لك موجودة في الميد كلافيكولار لاين في الليفت 5 انتر كوستال سبيس. شد خطوط ما بينهم، ما بين A و B ستريت لاين يمثلك الابر بوردر، ما بين B و C كيرفيد او كونفكس لاين بيمثل الرايت بوردر، ما بين سي ودي ستريت لاين او كونكيف لاين زي ما انت عايز تقول اي واحد من الاثنين بيمثل اللور بوردر، اما الليفت بوردر فيمثل بيكون كونفكس لاين ما بين دي واي. عندي اربع صمامات، البلمونري الاورتيك المايترال والترايكاسبيد. البلمونري اورتيك مايترال بيتسمعوا على الرايت على الليفت سايد اوف ذا ستيرنم، بينما الترايكاسبيد بيتسمع على الرايت سايد اوف ذا ستيرنم. احفظ كده، التالت التالت الرابع الرابع، التالت كوستال كارتليج، التالت انتركوستال سبيس، الرابع كوستال كارتليج، الرابع انتركوستال سبيس. كل واحد بيتسمع فين؟ بيتسمع على اتجاه سريان الدم. البلمونري بيتسمع ابورد اند تو ذا ليفت سايد، upward to the left side، يبقى انت بتطلع ناحيه السكند انتركوستال سبيس جنب الاسترنم. الاورتا طالع لفوق كده upward وتو ذا ليفت سايد، يبقى اكيد انت بتطلع upward وتو ذا ليفت سايد عند السكند انتركوستال سبيس على الرايت سايد اوف ذا سترن. طيب المايترال بتنزل داون وورد، نازل داون وورد دايركتلي عشان تخبط في الايبكس داخل الفنتركل، يبقى انت بتسمع صوت المايترال عند الايبكس اوف ذا هارت. الترايكاسبيد بتنزل برضه داون وورد بس ما بتوصلش للايبكس قبل منطقه الايبكس بالظبط، فتلاقي الترايكاسبيد نازل لتحت يتسمع فين؟ يتسمع في الليفت فيفث انتركوستال سبيس جنب الاسترنم مباشره. بكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، اشوفكم بخير في فيديو جديد. لو جالك السؤال ده في الامتحان ما تنساش انك ترسم الرسمه، الرسمه مهمه جدا. طبعا مش كل الكلام ده هتلاقيه موجود عندك في الكتب، انا حاولت ان اجمع كل الكلام اللي بيتكلم عن موضوع السيرفيس اناتومي اوف ذا هارت اند اتس فالفز والهارت ساوند كمان. اشوفكم بخير، سلام عليكم.